اشرف فؤاد مدير عام اداره بندر كفر الدوار التعليميه. احنا النهارده من مدرسه كفر الدوار الثانويه بنات. طبعا النهارده يعني الدوله بتقول لنا ان احنا مع المواطن ومع صحه المواطن في ظل الظروف الطارئه اللي بيمر بها العالم مش مصر فقط. هنا وزاره التربيه والتعليم بتخوض بقياده طبعا وزير التربيه والتعليم وفخامه الدكتور محمد سعد في الوزاره، ومعانا فخامه معالي المحافظ اللواء هشام بيت امنا. النهارده عندنا اجراءات احترازيه لتامين طلابنا ومعلمين على اعلى مستوى بالبوابات الالكترونيه زي ما وعدنا الوزير. طبعا شفنا حاجه فاخره جدا لتعقيم طلابنا، وبامر الله عشان الوقت القياسي اللي احنا توصلنا مع وزاره الانتاج الحربي اخبرونا ان ممكن التعقيم يتم بسرعه اسرع من 30 ثانيه، يوصل معدل لحد 7 ثواني عشان لحظة كثافة دخول الطلاب اللي احنا هنعمل تباعد زمني بين الطلاب في الدخول. خلال 7 ثواني هيكون تم تعقيم الطالب او المعلم في وقت قياسي، بحيث ان احنا نستغرق وقت قليل قبل بدء اللجنة اللي محدد ليها الساعة 10. طبعا وكلنا على قلب راجل واحد شغالين ليل نهار لحد ما نأمن ولادنا ونأمن معلمينا، وان شاء الله تتم امتحانات الثانوية العامة على خير بأمر الله. عندي درويش مدير إدارة التعليم الثانوي إدارة بندر كفر الدوار. احنا عندنا 16 لجنة جاي لهم 16 بوابة تعقيم للطلبة تخش تعقيم قبل ما تبدأ اللجنة. وعندنا كل لجنة فيها عدد محسوب بحيث إن احنا ننتهي بسرعة، مش مكدس الأعداد في اللجنة.